إذن عدنا لكم من جديد ونقول لكم إن شاء الله صحة شربتكم كالعادة، وإن شاء الله يا ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالحات الأعمال. الليلة هذه هي ليلة يعني فضيلة وليلة طيبة، وزادت يعني ضوات وزادت يعني تألق وفرحة بوجود ضيفنا الكريم معنا سيد أحمد جلمام اللي نورنا ونور القيروان ونور إذاعتنا إذاعة الصحة بالقيروان إذاعة الحياة فهم. أهلا وسهلا من جديد، مرحبا بك سيد أحمد. أهلا بك، بارك الله فيكم. اللي هو بالطبع رغم التزاماته الكبيرة ورغم يعني وجهوا له دعوة الكثير من الإذاعات الخاصة والكبرى وكل، ولكن آثر إذاعة الحياة فهم وآثر مدينة القيروان بهذا الحضور والحوار الشيق. نشكرك سيد أحمد وربي فضلك وربي يبارك فيك. والوقت تعدى في يعني في رمشة عين مع سيادتك. بركات رمضان. بركات رمضان. ونحبوا في يعني خاتمة هذه الحلقة وفي خاتمة هذا اللقاء لا يفوتني أن أشكر أولا سيد أحمد وبنتي كلثوم، وما ننساش أيضا القائمين على إذاعة الحياة فهم وصديقة والأخت آمنة بوخيت التي أمنت لنا هذا اللقاء تقنيا، وصديقي وأخي محمد سيف الدين بولعراس أيضا الذي أمن اللقاء هذا من الناحية الرقمية. نشكرهم لولد كل وربي يعطيهم الصحة والعافية والمعافاة. حبينا نختم سيد أحمد في هذا اللقاء، مش خليك كلمة يعني حرة لك انت، شنو تحب تقول في ميدان الإنشاد وفي تنجم زادة توجه نصيحة أو يعني الشباب اللي قاعدين توا مثلا يحترفون مادة الإنشاد الديني أو يتسلقون يعني سلم الإنشاد الديني، اش تقول لهم يعني أعطيهم نصيحة خليهم يمشي؟ وانت بكري عجبتني قلت لي راني نطور أما ما ننساش المشايخ متاعي وما ننساش يعني الأصل متاعي وما ننساش الكبارات متاعي وما ننساش الثوابت اللي لازمني نحافظ عليها، يعني عندي ثوابت نحافظ عليها ووقتها يكون يعني التطور مسموح به ويكون مثمر ويكون عنده جدوى وعنده جمالية. إذن نحب النصيحة من أخ كبير إلى أبنائك وأخوانك الذين قاعدين يعني قاعدين يعملوا في برشة شو وبرشة يعني مشاهد جميلة. من أنا ما نحبش نأثر عليك، لكن أنت كيفاش تراها؟ يراها الكثير أن فيها تأثير على المحتوى، على الكلمة، على اللحن، في سبيل إرضاء العين. العين تحب على برشة سناجق وبرشة بخور وبرشة بنادر وبرشة شموع وبرشة يعني هايلمان، لكن نحب الوذن، الوذن اش باش يوصل لها والثوابت. ما نحبش انا نعطيك شنو رايي، لكن انت شنو ترى واعطينا نصيحة ثمينة في خاتمة هذا اللقاء. هو مثله كمثل انه نمشي للدار مثلا ونعملوا سهرة، خلينا نتكلموا بالعموم بالعموم طبعا طبعا في رمضان، ورمضان هو حقيقة الكل الحمد لله. كي نمشيو للدار نعملوا شو بيه؟ نعملوا شو اللي هو مسموح به ومطلوب معناتها مطلوب، لكن بعد كي نعرض الناس اللي جابونا بعد ايامات يقولون راكم ما اطربتوناش، كيفاه ملهاكم تاثرتوا معانا وهاكم تفاعلتوا معانا وكل، قول لا راهم ما سمعناكمش بالكدا. شو ما سمعناكم يقصدوا هما ديما وين الاغاني القديمه وينو الطرب جانب الطربي في الواحد، وينو الاصوات الجميله، وينو معناتها ولات ديما الجروب طاغيه اكثر على الامكانيات الفرديه، ولا ماشي في اتجاه اخر الانشاد الديني، معناتها اتجاه يلزمك تشد علم ويلزم تشد وبندير وكذا. لا معناتها نرجع لك القديم، وينو المجرد متاعنا، وينو وين قمره الليل، وين قصة سيدنا يوسف اللي فيها عبر كبيرة، وين قصة الجمل فيها عبر، قصة الغزالة، وين التراث متاعنا يسخر، معناتها يسخر بال 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 بالأغاني. كي تغزل التراث متاعنا تلقاه معناتها الكل أغاني، معناتها نحبك اللي الناس تشد في التراث متاعها. كي نمشي لحقيقة برشا بلدان من غير ما نسميهم قلبي يوجعني أنهم هما شادين في التراث، حتى باللبس ما يبدلوش اللبسة متاعهم، عندهم الجبه نتاعهم يقعدوا بالجبه نتاعهم، علاش احنا كل مره قدينا شكل من الاشكال وكذا، فهمت؟ معناتها مانيش باش نقول هما راهو اللي عملوا فيه من اجتهد واصاب فله اجران، ولم يجتهد معناتها اجتهد ولم يصب فله اجر واحد. هما عندهم الاجر قاعدين يخدموا في الميدان والميدان الانشاد وكل، لكن ديما الرجوع الى التراث محلاه، الرجوع الى الطرب محلاه. معناتها وينك الامكانيات الفرديه نتاع سيدي علي نتاع عبد المجيد بن سعد رحمه الله،
وين الامكانيات نتاع بن محمود نتاع ناصر العبدلي وين؟ معناتها ساعات الفرد يشنذ الاسماع اكثر من انك باش تسمع جروب كامله هاي 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 من بعد باش تخرج بنتيجه ما تخرجش بنتيجه. فهمت شو ماناش باش نقولوا لا لانه حلو انا كنت نتفرج في الزياره ولا نتفرج في الحضره ولا كل فرع شو مقبول ممتازه جدا مطلوب ممتازه ممتازه جدا حتى كالحان وحدا الفرديات وعندك الخروجات وعندك وعندك التنافس تاع المنجدين بين بعضهم هذيك كانت معمول بها صحيح كنت قبل المنجدين كانوا يتنافسوا بين بعضهم هذاك يطلع من غادي والاخر يطلع من غادي ما شاء الله كل واحد طريقه حلوه طريقه حلوه الحقيقه انا قاعد نستعمل فيها ولاقيه رواج وبدات تلقى في رواج كبير وتلقى في مستمعين معناتها بديت نحط في بورتفوي كبير معناتها بتاع ناس يحبوا الشيء هذا معناتها تفرض عليهم يحبوا الناس هذا ايوه معناتها ما تقولش ليه راهو الناس تحب هكا تحب هكا نمشي له في الشيء اللي يحبه ليش كون قال لك اللي ما تحبش الشيء الاخر اعطيهم اعرض لهم انت انت ديرنيرمون في الـ في الـ في المهرجان الموسيقى اي اي معناتها عدنان الشواشي مثلا روعه روعة عدنان شويش قعد هو هو عدنان شويش نتاع بكري نتاع محليه حتى بنتي صغيره تو 17 سنه قالت لي محليه الراجل هذا ايوه قلت اش قولك فيه هذاك قلت له هذاك قلت له الطراز العتيق القديم شوف شو محليهم كل الحان وكل يعني الانسان كما نقولوا المثل التونسي القديم يعوم العوام وما ينساش كساه يعني ما يسالش الانسان يطور ويعمل كل شيء لكن صغار باهين وطاقه باهيه وطاقه أي. حلوه حلوه اما نحب تمشي زاده في شويه هكا حاجات حاجات حلوه اي صحيح كلامك معقول وكلام طيب وجميل والقيروان القيروان تو كلمتك للقيروان باش نختموا بها البرنامج القيروان وما ادراك ما القيروان وانت حضرت محاضرات لبرا وحكيوا على القيروان اي نعم نعم انا مشيت في مهرجان مراكش مهرجان السماع وكنت احرزت على جائزه في مهرجان السماع ما شاء الله في مراكش في مراكش مهرجان السماع وقت مشيت انا وسي محمود كتات اللي هو عميد معهد الموسيقى بالضبط يتكلموا على القرويين معناتها المحاضرات الكل تتكلم على القرويين انا نسخيمه مش هو القرويين ما عندنا كل قروي وهي طلعت القيروان المعموره القيروان الغالبه القيروان واذا جينا للانشاد بصراحه النغمة القيروانية هي النغمة التي عرفت بتونس معناتها. معناتها وقت اللي نمشي المحافل الدولية ونعمل حاجة قيروانية هذيك هي الخانة التونسية هذيك الخانة المعروفة بها معناتها تونس وكل. رحم الله السيد عبد المجيد بن سعد، رحم الله علي البراق. هذوما ناس اللي حطونا بصمة كبيرة وما ننساوهمش. ربي يرحمهم وينعمهم في متواصلين بفنهم هما ان شاء الله وان شاء الله كلنا امل فيكم انتوما وفي يعني المشايخ اللي مازالوا هما قاعدين هزين المشعل من الرعيل الاول ومن ابنائنا ايضا اللي قاعدين توا ايضا يحملوا المشعل ونقول لهم ربي يكون في عونكم وانت ربي فضلك انك قبلت دعوتنا وانك كنت ضيفنا ونورتنا هذه الليله ونورتنا في شهر رمضان المبارك وكعادتك يعني وفي الى القيروان والى اذاعه الحياه فام نشكرك باسمي وباسم اهل القيروان كله وباسم اذاعه الحياه فام اذا شكرا لك سيدي الكريم يعطيك الصحه انك كنت معنا في هذه الليله الجميله وان شاء الله تزورنا في كثير من المناسبات ان شاء الله المولد موجود العيد موجود والقيروان قيروان كل بلادك مرحبا بك وانتم مستمعينا الكرام اذا عندكم اي مقترحات فيما يخص الضيوف التي ممكن نستضيفوهم ممكن تبعثونا على صفحه الحياه اف ام وممكن تكلمونا على الرقم الهاتفي ايضا 70 035 120 نحب نقول لكم ربي فضلكم وان شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم واجدد التحيه لكم والى اللقاء في الاسبوع القادم الى اللقاء تصبحون على خير.